المختارين انا اللي بختار الاكس والواي وافضل مكان لهم زي ما اتفقنا هو فين عند نقطه او افضل مكان عند نقطه او معلوم طبعا سيتا 2 اللي هي من 0 الى ده كرانك وده كونكتنج رود وده البيستون او السلايدر يبقى ايه دي 360 يعني من 0 ل 360 مطلوب مني اعرف علاقه ما بين الانبوت اللي هي سيتا 2 والاوتبوت اللي هو حركه السلايدر حركه السلايدر بتحرك حركه على اللاين اوف اكشن ده اللي هي سميتها ايه اكس 4 يعني عايز اعرف مكان السلايدر في كل لحظه فين بالظبط من فين من نقطه الاو داش فيبقى عايز اكس 4 وعايز كمان الانجل اللي هيعملها الكونكتنج رود عايز سيتا 3 تمام كده انا خدت الاوريجن بتاعتي او داش وقست المسافه ما بين الاو داش والخط اللي هو اللاين اوف اكشن لقيتها كام اتش يعني اتش معروفه والفا معروفه والاطوال ار2 ار3 سيتا ايه 2 يعني الجبن عندي دلوقتي نكتب الجبن هنا كده اكس او واي او اكس او واي او اللي هو مكان نقطه او بالنسبه للاو داش اللي هم لو خدت او داش على او يبقى دول بكام؟ بزيرو. وعارف ار2 وار3 اطوال الكرانك والكونكتنج رود. وعارف الفا واتش زاويه 2 اللاين اوف اكشن بتاعت السلايدر او بتاعت البيستون. والاتش اللي هو المسافه العموديه ما بين الاوريجن واللاين اوف اكشن. وعارف كمان ايه؟ سيتا 2. ومطلوب مني اجيب ايه؟ مطلوب سيتا 3 وايه؟ واكس 4. دايما في اي ميكانيزم بنبدا الاناس بتاعتنا بايه؟ بالكرانك بالكرانك يعني ناخد لوب تضم ايه؟ الكرانك يبقى هناخد ايه بقى؟ او داش او اي او داش او اي عموما يعني زي ما هنشوف دلوقتي انا هعملها يعني هعمل اللوب ديت دلوقتي لكن بعد كده مش هنعملها ليه؟ لان في اي ميكانيزم دايما بناخد ايه؟ او داش او اي فبيطلع الاكس اي والواي اي المعادلتين بتوع الاكس اي والواي اي اللي احنا سميناهم المره اللي فاتت المعادلتين رقم واحد هم نفسهم هيطلعوا هنا هم نفس المعادلتين. نفس المعادلتين بالظبط ما فيهمش اي تغيير سواء للانجن سواء للفور بار ميكانيزم سواء بعد كده للشيبرز اي ميكانيزم هتلاقي المعادلتين بتوع الكرانك هم هم اكس اي وواي اي. هتفرق بس في ايه؟ تفرق في ان الاكس او والواي او هل هم بزيرو ولا لهم قيم سواء كده او كده يعني احنا عارفين قيمهم سواء هم زيرو او لهم قيم احنا عارفين القيمه بتاعتهم لان انا اللي بختار الاو داش يبقى انا هاخد دلوقتي او داش او اي واكتب اللوكيشن وبعدين احولها لايه؟ لكومبلكس. الكومبلكس زي ما اتفقنا يا اما بنحوله لريال ايماجري يا اما يا اما ماجنتيود وانجل على حسب ايه اللي مطلوب وايه اللي معطى. نكتب المعادله بتاعتنا او داش او بلس او اي بيساوي او داش اي او داش او بلس او اي بيساوي او داش اي دي بنحطها على شكل ايه يا شباب؟ اكس او بلس اي واي او ريول ايماجن لان الاكس او والواي او معروف عندي بلس او اي ار2 اي اي سيتا 2
حطيتها على شكل ماجنتيود وانجل، لان انا اعرف الماجنتيود بتاعتها طول اللينك عارفه، وعارف الانجل بتاعتنا اللي هي من 0 ل 360. الكلام ده بيساوي انا عايز اعرف مكان نقطه ايه، عايز اعرف مكان نقطه ايه، يعني عايز الاكس والواي بتاعتها، اكس اي واي اي، حطيتها على شكل ريال وايماجن اكس اي بلس اي واي اي. المعادله دي مفروض عشان تتحل يبقى فيها مجهولين على الاكثر يعني. طب فين المجهولين بتوعنا؟ او في اكتر من مجهولين؟ اكس اي واي اي بس دول المجهولين، سيتا 2 ار 2 اكس او واي او كل ده معروف. يبقى هنا هقول هساوي الريال بريال، اجيب الاكس اي هيطلع بيساوي اكس او بلس ار 2 كوزاين سيتا. طبعا دي هحولها لايه؟ كوزاين بلس اي ساين. الواي ايه؟ واي او بلس ار 2 ساين سيتا 2. المعادلتين دول المعادلتين رقم واحد، وزي ما اتفقنا المعادلتين دول زي المعادلتين رقم واحد بتوع الفور بار ميكانيزم، زي المعادلات اللي احنا هناخدها في اي ميكانيزم بعد كده. يبقى ده عملت اناليسيس للكرانك. ناخد بقى ايه لوب تانية، ناخد ايه بقى؟ ما عندناش غير النقطة دي اللي فاضلة مش كده؟ يبقى هاخد ايه؟ او داش اي بي، او داش اي بي، نحولها لايه؟ لوب اكويشن. او داش اي بلس اي بي يعني عشان برضو ايه ما نلخبطش في الكلام ده. هنا كاتب ايه يا شباب؟ او داش اي، لازم الحرف اللي جاي يبقى ايه؟ اي، وبعدين بي، يبقى اللي هنا ده اول حرف واخر حرف، الاول والاخير. يبقى هنا ايه؟ او داش بي، نحولها برضو كومبلكس. الاو داش اي اكس اي بلس اي واي اي، اي بي اي بي طوله معروف، وانا عايز اجيب الانجل بتاعه، يعني هجيبه على شكل ايه؟ ماجنتيود وانجل. يبقى ار 3 اي اي سيتا 3. الكلام ده يساوي او داش بي، او داش بي انا عايز اعرفها، عايز اعرف مكان نقطه بي فين، يعني عايز اعرف الاكس 4 مش كده؟ يعني انا لو مشيت كده يا شباب من الاو داش للنقطه دي، يبقى انا مشيت كده ايه؟ اتش، وبعدين امشي كده كام؟ اكس 4، امشي كده اكس 4، يعني كانها بتساوي اتش بلس ايه؟ اكس 4 بس كفيكتور يعني. طب نعملها ازاي دي؟ انا علشان اكتب فيكتور بكتب القيمه بتاعته او الماجنتيود بتاعته واضربه في ايه؟ في ايه اس الانجل بتاعته. طيب يبقى الاتش دي بيميل لزاويه كام؟ الاتجاه ده ايه يا شباب؟ اليونت فيكتور كده ايه؟ ايه دي يا شباب؟ الفا. يبقى هنا ايه؟ اي اي الفا، يبقى اليونت فيكتور في اتجاه اللاين اوف اكشن اي اي الفا. طيب واللي في اتجاه العمود على اللاين اوف اكشن؟ احنا قلنا طالما اتجاه عمودي وفي اتجاه الكاونتر كلوك وايز بضرب بس في ايه؟ في اي. يبقى اي 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 الفا. يبقى معنى كده هقول ايه؟ عشان اوصل من الاو داش للبي هضرب اتش في ايه يا شباب؟ اي اي الفا بلس اكس 4 اي اي الفا. يبقى هحطها كده اكس 4 بلس اي في اتش اي اي الفا. خدت بس ايه؟ مشترك اي اي الفا. المعادله ديت
حطها يمكن اهو ار 3 اي الاول كم مجهول قبل ما نتكلم اثنين اللي هما مين ثيتا 3 واكس 4 ثيتا 3 يبقى الفا بكام؟ بيقول لو السلايدر كان يعني اللاين اوف اكشن موازي المحور اكس يبقى الفا بزيرو يبقى ايه؟ واحد ونص ميجا بس يبقى الفا بزيرو حط بس الفا بزيرو يبقى هنا ايه؟ اكس 4 بلس اي اتش في اي اس 0 كام؟ 1 قلنا عندنا مجهولين اللي هم سيتا 3 واكس 4 الكلام ده هيساوي كده هنجيب دول ايه هناك يبقى اكس اي بلس اي واي اي دول ايه بالنيجاتيف بلس اكس 4 اي اتش اي اي الف المعادله كده المفروض ان انا بعد كده احضرها في الكونجكت يعني عشان اضيع مين سيتا 3 ويبقى لي بس اكس 4 بس عشان اسهل المعادله دي لو تلاحظ الترم الطرف اليمين في ترمين ترم اكس اي بلس اي واي اي والترم الثاني برضه ريرو ايماجن بس مضروب في ايه؟ في اي الفا فلو قدرت احول دي الصوره دي لنفس الصوره دي يعني اخليها حاجه بلس اي حاجه ثانيه مضروبه في اي الفا مش كده يبقى اسهل؟ تعال نشوف كده على جنب لو انا عندي فيكتور كده وحللته في الاتجاهين اكس واي هيدي لك هنا دي نقطة A هيدي لك هنا X A Y A مش كده؟ X A Y A طب لو أنا عايز أحلل ده في الاتجاه ده كده اللي هو بيميل بزاوية كام يا شباب؟ ألفا هيدي لك هنا إيه؟ لو خدت المحورين بتوعي بدل ما هما كده خدتهم ميلين بزاوية ألفا ده وده كده هيدي لك هنا اس وهيدي لك هنا ايه العمود هنا كده تي يعني كان هحطه ايه اس بلس اي تي ده بالنسبه لاني محاور يا شباب يعني هو نفس الفيكتور الكومبوننتس بتاعته اس بلس اي تي بالنسبه للمحاور اللي مايله زاويه الفا طب وبالنسبه للمحاور الاصليه اكس اي بلس اي واي اي ايه العلاقه بين دول هل ده يساوي ده لازم اضرب هنا في ايه اي بص ايه اي الف نعم بقول عندي فيكتور لما حللته في اتجاه اكس واي طلع لي اكس اي واي اي هحطه بصوره ايه اكس اي بلس اي واي اي تمام كده لما لو حللته في اتجاهين تانيين اتجاهين عموديين برضو بس بيميلوا على الاتجاهات الاصليه بزاويه كام الفا هدي لك التو كومبوننتس بتاعته اس وتي بدل اكس اي واي اي هدي لك اس وتي طيب ايه العلاقه بين الاس والتي والاكس ايه والواي ايه هو انت دلوقتي مش لما لففت المحاور زاويه الفا كانك لففت الفيكتور في الاتجاه العكسي بالنسبه للمحاور الاصليه يعني المفروض ان انا اشيل ده من هنا كده واضرب هنا في ايه اي اس ماينس اي الفا طيب لما يكون عندي ار اي اي سي ده فيكتور الفيكتور ده لو لف زاويه مقدارها كام الفا في اتجاه الكلوك وايز هيبقى دي ايه
هيبقى R E R ثيتا ماينس ألفا أو بلس ألفا على حسب هو دار إزاي. احنا دورنا إزاي كلوكوايز، دورنا كلوكوايز، فيبقى هنا إيه الكلام ده بيساوي الفيكتور الأصلي مضروب في E I ألفا ماينس الفيكتور الأصلي مضروب في إيه E ماينس R ألفا. مين الفيكتور الأصلي يا شباب؟ اللي هو XA بلس I و A. مش الفيكتور ده هو اللي بيقيم بزاوية سيتا على المحور X؟ يعني ممكن أحطه كده أو كده أهو، يعني ده اللي هو XA بلس I و A. فأنا لففت الفيكتور ده زاوية ألفا في الاتجاه اللي هو الكلوكوايز، في اتجاه الكلوكوايز. يبقى كأنك الاكسس لففت الاكسس كده كأنك ايه، يعني لو قلت الاكسس دي رجعت بالفيكتور كأنك رجعت الفيكتور بزاوية كام؟ الفا ماينس الفا. يعني بدل يا شباب ما لففت الاكسس زاوية الفا كلوك وايز، انا قلت لففت الفيكتور ايه ماينس الفا في الاتجاه اللي هو الفا، عشان كده ضربت هنا في ايه ماينس الفا. يعني ممكن احطها كده او تضرب تشيل دي كده وتحط هنا ايه ماينس ماينس ايه، سواء كده او كده الاثنين صح. فانا هعمل ايه دلوقتي هنا في المعادله دي؟ هشيل ده واحط بداله ايه اس اصل ار دي اي اي. احنا اثبتنا دلوقتي ان الاكس اي بلس الاي واي اي بيساوي الاس بلس اي تي اي اي. كان عندي الاكس والواي. الزاويه دي كام؟ الزاويه دي كام كلها؟ سي؟ الزاويه دي كلها سي؟ لما لففت ده كده الفا بقت الزاويه دي كام؟ سيتا ماينس الفا. سيتا ماينس الفا. طب هل انا ممكن اجيب دلوقتي الاس والتي بدلاله الاكس اي والواي اي من العلاقه دي يا شباب؟ سوي هنا البريير ماشي بماشي. اس بيساوي ايه؟ البريير بتاع ده؟ ده اللي هو ايه يا شباب؟ ده اللي هو ايه؟ كوزاين الفا ماينس اي ساين الفا. تعالى كده شوف الاس اللي هو الريال بيساوي ايه؟ اكس اي في كوزاين الفا، اكس اي كوزاين الفا. طب وده في ده ريال برضه مش كده؟ يبقى ايه كام؟ بلس واي اي ساين الفا. يبقى انا سويت الريال بيقول جبت الاس بدلاله مين؟ الاكس والواي، اكس اي واي اي، والتي هيساوي الايماجن بتاع الطرف الثاني. الايماجن هنا اللي هو مين؟ اكس اي مضروب في مين؟ يبقى ماينس اكس. انا سمعت حد بيقول اي، انا بضرب بسوي ايه يا شباب؟ الايماجن، الايماجن اللي هو مين؟ الترم المعامل المضروب اللي في اي، اللي مضروب في اي مش الاي، اللي مضروب في الاي. يبقى اكس اي ساين الفا والواي اي كوزاين الفا. ادي الايه؟ الاس والتي. يعني انا بعد ما اجيب المعادله بتاعتي هشيل الاكس الاس والتي واحطهم بدلاله الاكس اي والواي اي اللي هو الحاجات الداتا اللي عندي اللي هم جبتهم من المعادله رقم واحد. المعادله الاخيره دي هتبقى شكلها كده ار 3 اي اي سيتا. الكلام ده بيساوي تاخد بالك هنا ايه، في هنا ايه
اس اي اي الفا والاي اي هناخدها مشترك هتبقى ايه اس بلس اكس 4 بلس اي دي كانت نيجاتيف مش كده في اشاره نيجاتيف هنا هيبقى هنا اكس 4 minus s plus i h minus t كل ده مضروب في e i l تخيل بقى لو الـ لو الـ الالفا دي زي ما قال زميلكم في الاول كان بزيرو يعني اللي كان الله في اكشن موازي للمحور اكس كانت هتبقى المعادله هنا يا شباب مفيش هنا حاجه كان هيبقى على طول ايه اكس 4 ماينس اكس اي وبعدين اتش ماينس واي اي فمش محتاج اجيب الاس والتي يعني مش محتاج اجيب المعاملات الاضافيه ديت عشان اسهل المعادله هتبقى المعادله سهله اصلا فكنت على طول هضرب في ايه؟ في الكونجكت هضرب دلوقتي في الكونجكت الطرفين الكونجكت الطرف ده اللي هو ايه؟ ار 3 اي ماينس طب لما يضرب ده في ده يدي لك ار 3 سكوير يساوي ده في الكونجكت الكونجكت بتاع ده اللي هو ايه؟ نفس الترم ده كده ها؟ ماينس اي في الاتش ماينس تي في الاي تساوي اي بالظبط كده يبقى هنا ايه لما اضرب ده في الكونجكت طبعا الاي اي الفا مع الاي ماينس اي الفا هو واحد خلاص دي يبقى عندي هنا اكس 4 ماينس اس سكوير اتش ماينس تي سكوير زي ما احنا متفقين ان اي كومبلكس لما ضربه في الكونجكت بتاعه بيدي لك الماجنتيود سكوير الماجنتيود سكوير في حاله ما يكون ماجنتيود وانجل او الريال سكوير بلس الايماجين سكوير في حاله ما يكون ريال وايماجين انا عايز مين يا شباب عايزين اكس 4 يعني اكس 4 ماينس اس سكوير هتساوي R3 سكوير ماينس H ماينس T سكوير في طلبة أذكياء جدا 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 في أولى ميكانيكا هيبقوا عاملين إيه؟ يجي شايل الأس ده مع ده مع ده يبقى هنا إيه؟ X4 هيساوي S بلس أو ماينس سكوير روت R سكوير ماينس H ماينس T سكوير دي المعادلة رقم كام؟ المعادلة رقم 2 هذا المعادلة رقم 1 اللي هنجيب منها X A و Y A ودي المعادلة اللي رقم 2 هنجيب منها إيه؟ X 4 طبعا هشيل من هنا يا شباب ال S وحط بدلها اكس اي كوساين الفا بلس واي اي ساين الفا وهشيل التي واحط اكس اي ماينس اكس اي ساين الفا بلس واي اي كوساين الفا يبقى دي المعادله بتاعتي المعادله دي فيها بلس اور ماينس وطبعا انا لو بحل بالكمبيوتر مش هحط بلس اور ماينس مش كده هيحط يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف لا اتش معروف خالص اللاين اوف اكشن اللاين اوف اكشن للميكانيزم اللي انا بدرسه معروف بالنسبه لي ولا مش معروف معروف يبقى ونقطه او اللي انا بختارها او داش الاوريجن بختارها في مكان معروف يبقى اعرف المسافه ما بين ايه الاو واللاين اوف اكشن مفيش احتمال انها تكون مش معروفه يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه يا شباب
بلس اور ماينس، بلس اور ماينس. فين اللاين اوف اكشن يا شباب؟ اللاين اوف اكشن اهو اللي هو ايه؟ اتجاهه اي اي ال ار 3 الفيكتور اللي هو بتاع اللينك ده ار 3 لو جبت الكومبوننت بتاعته في اتجاه اللاين اوف اكشن تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ار 3 مش ممكن احلله المركبتين واحده كده واحده عموديه اللي هي في اللاين اوف اتجاه اللاين اوف اكشن في اتجاه اللاين اوف اكشن ولا عكسه؟ في اتجاهه. يعني ايه؟ بوزيتيف. طب لو كانت العكس نيجاتيف يبقى الاشارتين دول ايه يا شباب؟ هاخد بوزيتيف لما يكون الار 3 الكومبوننت بتاعته في اتجاه اللاين اوف اكشن، وهاخده نيجاتيف لما يكون الكومبوننت بتاعته. طب انت دي يعني يبقى شكلها ايه؟ يبقى كده يا شباب ده الكلام وده كده ايه؟ البيستون بتاعي. وده اللاين اوف اكشن بتاعي. ده اتجاه ايه؟ اللاين اوف اكشن. وده اتجاه مين؟ الار 3. طب الار 3 الكومبوننت بتاعها في الاتجاه ده مع الاي اي الفا ولا عكسها؟ عكسها. يبقى ناخد الحاله دي الاشاره ايه؟ نيجاتيف. واضح؟ واضح الاشارتين البوست في النيجاتيف ازاي؟ بص الار 3 طبعا هل ده هيبقى مره في يعني في الميكانيزم نفسه هيبقى مره بوزيتيف ومره نيجاتيف؟ ولا الميكانيزم اللي قدامنا ده دايما بوزيتيف والميكانيزم ده دايما نيجاتيف؟ واضح؟ يبقى وانا بعمل اناليسيس مش هحط البوزيتيف اور نيجاتيف دي. يعني وانا بكتب المعادله رقم 2 هحطها يا اما بوزيتيف يا اما ايه؟ نيجاتيف على حسب الار 3 مع اللاين اوف اكشن. الار 3 مع اللاين اوف اكشن لو في نفس الاتجاه يبقى بوزيتيف، لو عكس الاتجاه زي ما احنا شايفين كده يبقى ايه؟ نيجاتيف. دكتور مش ممكن اول سطر تاني ال x4 minus s دي جت منين؟ انا شلت من هنا يا باشمهندس ال x a وال i y a وحطيت بدالها ايه؟ s plus i t e i الفا. وبعدين خدت e i الفا مشترك وجمعت الريال مع بعض والايماجين مع بعض. خد بالك اهو ده الجزء الريال وده الجزء الايماجين وكل مضروب في ايه؟ e i الفا. ال x4 ال x4 جت من مش دي x4؟ ودي ايه؟ ماينس اكس ايه؟ اكس 4 انا اسف ماينس اس هنا في اشاره نيجاتيف هي الاشاره دي ماينس اس وبعدين اتش ماينس تي فاضل لي يا شباب دلوقتي سيتا 3 سيتا 3 يبقى هرجع للمعادله انهي المعادله الاصليه بتاعتي المعادلة الأصلية بتاعتي هجيب كوساين سيتا 3 وساين تيتا 3 ده هيساوي ايه وده هيساوي ايه؟ أضف الكاميرا من المعادلة كوساين سيتا 3 بيساوي ار 3 كوساين سيتا 3 ده الريال بتاع الطرف الشمال طب الريال بتاع الطرف اليمين اكس ايه؟ ماينس اكس اي بلس اكس 4 كوزاين الفا على ار 3 ايه تاني؟ على ار 3 يعني هنا هناخد ايه؟ اتش ساين الفا بص بص ولا نيجاتيف يا باشمهندس هي اتش اصلا ساين الفا في اي سكوير يبقى ايه نيجاتيف على ايه على ار 3 طب والساين يبقى ار 3 ساين سيتا 3 بيساوي الايماجري بتاع الطرف ده اللي هو ماينس واي اي اكس 4 في مين؟
بالساين ده الايماجينر اكس 4 ساين الفا واتش مضروبه في ايه في الكوزاين واتش مضروبه في الكوزاين الفا بلس طبعا المعادلتين دول المعادلتين رقم ثلاثة فاضل ايه يا شباب دلوقتي فاضل ايه اجيب مسار اي نقطة على الكونكتنج رود مسار اي نقطة على الكونكتنج رود يعني اكس والواي بتاعت نقطة سي مثلا اللي هي هنا كده نقطة سي الطول ده كام يا شباب ار سي معروف ولا مجهول انا بجيب مسار ايه نقطة انا عايزها يعني البعد ار سي ده معروف انا اجيبها ازاي ناخد اللوب اللي هي ايه او داش اي سي او داش اي سي يبقى او داش اي بلس اي سي بيساوي او داش سي او داش سي اللي هو اكس سي بلس اي واي سي اللي انا عايز اعرف اللي عايز ارسم العلاقه ما بينهم اكس سي وواي سي الكلام ده بيساوي اكس اي بلس اي واي اي اللي هي او داش اي بلس ار سي اي اي سي تسعين لو سويت ايه الريال بالريال يبقى اكس سي يساوي اكس اي بلس ار سي كوزاين سي تسعين والواي سي بيساوي الواي اي بلس ار سي ساين سي تسعين ودي معادلة رقم اربعة اللي هي بتمثل مسار اي نقطة على الكونكتنج رود ده كل اللي انا هغيره بس مين عايز نقطة تبعد عن كام؟ واحد يبقى تحط ار سي بواحد تبعد اثنين تبعد ثلاثة تبعد خمسة دي الاناليسيس بتاع الانجن ميكانيزم فين المحاور اللي انت خدتها اكس واي ده بيتحرك ازاي البيستون ده بيتحرك ازاي يا يمين كده يا شمال انا باخد دايما الاتجاه اليمين هو ايه البوستيف يبقى هاخد ده اتجاه اللاين اوف اكشن ماشي بالنسبه لده ده بيتحرك ايه يا يمين يا شمال برضه نفس الكلام هاخدت الاتجاه اللاين اوف اكشن في اتجاه اليمين برضه ما انا اتجاه الاكس البوستيف باخدها فين